فيلم ومش هقول الصوص بتاعه، مش هقول مجموعة الفيلم ده جاي منين. لا ده انا عايز، انا بدرس الارتباط اوف مجموعة الفيلم، تأثير مجموعة الفيلم على حاجتين، على الشاش وعلى كرم. كل الجزء اللي فات او الحضرتين اللي فاتوا كنت بدرس المجنتيك فورس على شارج، عندي شارج او صح موفينج شارج بتتحرك في اكسترنال فيلد او اكسترنال مجنتيك فيلد، شوف المجنتيك فيلد بيأثر عليها بفورس. درست الفورس، شفت الاتيتيود، شفت الدايركشن، شفت الايفكت بتاع المجنتيك فورس، واخدنا اخر حاجه ابلكيشن. النهارده الجزء الثاني من الشابتر اللي هو عايزين ندرس المجنتيك فورس على سلك ماشي في كارل. ده الجزء الثاني والاخير من الشابتر. اجين الناس اللي مش واخده بالها، الناس لسه بتتكلم. الشابتر بالظبط تو بارت، جزئين. الفيرست بارت كان بيدرس المجنتيك فورس على موفينج شارج، كنت بدرس المجنتيك فورس على موفينج شارج وخدنا الابلكيشنز بتاعتها. خدنا في الجزء ده تو ليكشرز. اخر جزء او الجزء الثاني من الشابتر دراسه المجنتيك فورس على كوندكتور ماشي فيه كرز. انا عايز ادرس او احسب المجنتيك فورس على كوندكتور او سيل ماشي فيه كرز. ده الجزء الاخير اللي عندنا في الشابتر. حد بس فاكر رقم الكتب كام؟ 7؟ رقم الكتب كان 7 ولا كام؟ مش فاكر. المهم مجنتيك فورس on the conductor magnetic force on the conductor carrying current. Magnetic force on a conductor carrying current، يعني حساب المجنتيك فورس على سيل ماشي فيه كارنت. سؤال، هو ايه اللي يخلي السيل اللي ماشي فيه كارنت لما بحطه في ماجنتيك فيلد، ايه اللي يخلي الماجنتيك فيلد يأثر على السيل بفورس؟ ما ننساش يا جماعه اساسا ان الكارنت هو عباره عن ايه؟ تشارجز، بس مجموعه التشارجز ماشيه في نفس الايه؟ دايركشن. طب سؤال، وانا اساسا السلك ده لو مش ماشي فيه كارنت هو ما فيهوش تشارجز؟ اي كوندكتور ما فيهوش تشارجز؟ في تشارجز. طب ليه ما فيش ماجنتيك فورس؟ يعني ليه الماجنتيك فورس ما تبقاش موجوده غير في حاله وجود كارنت؟ ليه لو ما فيش كارنت ما فيش عندي ماجنتيك فورس؟ هنشوف الكلام ده النهارده، هنشوف. انا بس بقول كده اسئله كده وهجاوب على الاسئله دي كلها. تعالوا نشوف لو انت عندك سلك ماشي فيه كارنت. سلك اهو. وماشي فيه كارنت، ده الدايركشن بتاع الكارنت. وعندك ماجنتيك فيلد نورمال على البورد وداخل جوه. عندك سلك ماشي فيه كارنت. وعندك ماجنتيك فيلد نورمال على البورد وداخل جوه. هو الكارنت هو عباره عن ايه؟ مجموعة تشارجز ماشية في نفس الايه؟ in the same direction. تعالوا ناخد واحدة بس. تعالى ناخد تشارج واحدة من الجروب ده أو من البيل أوف تشارجز أو من ملايين من التشارجز. كرم هو عبارة عن ملايين من التشارجز ماشية في نفس الدايركشن. تعالوا ندرس أو ناخد تشارج واحدة بس. تشارج واحدة بس. وبتتحرك بسرعة بي. الماجنتيك فورس، الماجنتيك فيلد أسف، الماجنتيك فيلد مش بيأثر على التشارج بفورس. أجين الكرم هو مجموعة تشارجز ماشية في نفس الدايركشن. أنا هدرس الفورس على تشارج واحدة بس. الفورس اللي بيأثر بيها الماجنتيك فيلد على تشارج بتساوي إيه؟ زي اللي إحنا كنا بناخده المرة اللي فاتت، أسميها إف سمول، بتساوي كيو بي كروس مع بي. دي الفورس اللي بيأثر بيها الماجنتيك فيلد على تشارج واحدة بس. طيب انت لو عندك ان اوف تشارجز، ان كابيتال ده توتال نمبر اوف تشارجز، لو انت عندك ان اوف تشارجز ماشيين في نفس الدايركشن التوتال فورس عليهم كام؟
يعني كلهم بيمثل ماجنتيود وكلهم يمثل ايه؟ دايركشن. وبالتالي ان التوتال فورس اف ايكوال ان اف سمول. اجين مش واخد بالي انا كل ده عايز اوصل للريليشن الفورس بتاعت سلك ماشي في كارنت. الكارنت هو مجموعه تشارجز ماشيه في نفس الايه؟ دايركشن. انا بمسك او اخدت او بدرس تشارج واحده بس. تشارج واحده بس من مجموعه التشارجز اللي بيعملوا كارنت. الفورس اللي عليها سميتها اف سمول. يبقى اف سمول دي الفورس اللي على تشارج واحده بس. اللي هي كيو في كروس بادي. لو انا عايز اجيب التوتال فورس هضرب في ايه؟ في عدد التشارجز. ليه؟ لان كل فورس حسب كل تشارج حسب بس الفورس وكل الفورسز ان ذا سيم دايركشن. وبالتالي التوتال فورس واحده في عددهم. يبقى ده بيساوي ان في كيو في بي كروس مع بي. طيب ان كابتن التوتال نمبر اوف تشارجز. توتال نمبر اوف تشارجز بحسبه ازاي؟ ان ده بيعتمد على الفوليوم. ان ده بيعتمد على الفوليوم بدليل كل ما الفوليوم بتاع الكوندكتور بيكبر كل ما عدد التشارجز بيزيد. طيب في كميه كده للاسف ما لحقناش ناخدها الترم اللي فات اسمها ان سمول. ان سمول دي اللي هي النمبر اوف فري الكترونز بير يونت فوليوم او بيسموها الالكترون كونسنتريشن. ان سمول هو عدد الفري الكترونز بير يونت فوليوم يعني لا تعتمد على الفوليوم. The number of free electrons per unit volume. The constant بتعتمد على نوع الماتيريال يعني ايه بتاعت الالومنيوم غير ايه بتاعت الايرون غير ايه بتاعت الكبر. Number of electrons or electron concentration depends only on the type of the material. طيب لو انا عايز اجيب ان كابيتال، ايه علاقه ان كابيتال بان سمول؟ اضرب في مين؟ في الفوليوم. يبقى ان كابيتال ايكوال ان سمول في الفوليوم. الفوليوم اللي هو الكروس سيكشن اريا في ال. ده الفوليوم. ايه في ال؟ هعوض بيه اشيل ان كابيتال واحط الكلام ده يبقى التوتال فورس اف ايكوال كيو ان سمول ايه ال بي كروس مع بي. اوكي؟ جاي دلوقتي مشكلة؟ طيب سؤال في ده فيلوستي ولا سبيد؟ ده فيلوستي يعني فيكتور. شوف الحركة اللي عاملها دي حركة جامدة أوي في الرياضة. الفي ده فيكتور كوانتيتي. أي فيكتور كوانتيتي ممكن أكتبه بصورة ماجنتيود ويونت فيكتور. صح ولا لا؟ ماجنتيود ويونت فيكتور. تعالوا نسمي الدايركشن ده. تعالوا نسمي الدايركشن ده مثلا طالب اي يونت فيكتور. هو ده يونت فيكتور في الاتجاه ده. وبالتالي انا ممكن اكتب الفيلوستي بالشكل ده. الفيلوستي ايكوال السبيد في الاوبجكت. هل ده غلط؟ اي فيكتور في الدنيا هو عباره عن ماجنتيود في يونت فيكتور. هقعد بالكلام ده هنا. اوكي؟ كيو ان A L the speed unit vector cross مع B. مش أي مشكلة. الحركة اللي عاملها دلوقتي دي جديدة. هطلع الـ speed بره وأدخل الـ L دي جوه. في مشكلة؟ يبقى ده بيساوي Q N A V L R cross مع الـ B. ايه اللي الديستنس؟ لما اضربه في يونت فيكتور يتحول الى فيكتور. الديستنس لما تضرب في يونت فيكتور تبقى فيكتور اسمها ايه؟ ديسبليسمنت. اصبح ده ديسبليسمنت اللي هو ديستنس تايمز يونت فيكتور. طيب كيو في الان في الان في الفي ده كميه للاسف ما لحقناش ناخدها الترم اللي فات. الناس الدوله عارفينها. ناس الجبر القديمه. ده ما هو الا الكارنت. ده احنا ده الجزء اللي اتلغى من شابتر 5 اخر شابتر في الكتريستي. احنا بس ادينا كيرشوف صح؟ كنا سيبنا جزء هو ده كيو
في الإن في الكروس سكشنال اريا في السبيد ما هو إلا الكرنت، والكرنت كمية سكيلر مش كمية فيكتور. وبالتالي الإيكويشن دي وصلت معايا عشان هفتح بالي دلوقتي. من توتال فورس كاف إيكوال أي إل كروس مع بي. بديهي جدا من البداية إن الفلوس مش علينا، بس هو سيمبل خالص فأنا حبيت أعمل بسرعة. أما البروف مش علينا، يعني إحنا أولنا الإيكويشن دي. تعالوا بقى نبدأ نبص على الإيكويشن دي بتقول إيه. التوتال فورس اللي بيأثر بيها ماجنتيك فيلد على سلك ماشي فيه كارت هو عبارة عن أي اللي هو ماجنتيود الكارت اللي ماشي في سلك. إل مش ديستانس، إل ديسبليسمنت، إل اللي هو الديسبليسمنت اللي هو الإذاعة. كروس مع بي. طيب تيجي بقى احنا كنت سالت سؤال ليه لو السلك ده مش ماشي فيه كارنت التوتال فورس بزيرو؟ بالتعويض المباشر لو الكارنت بزيرو الفورس كام؟ بزيرو، بس انا مش عايز كده. ركز بقى معايا. لو انا مش حاطط فولت، مش حاطط فولت، وبالتالي ما عنديش كارنت، الشارجز اللي جوه الكوندكتور بتتحرك ولا ما بتتحركش؟ بتتحرك. مفيش حاجه اسمها بتتحرك، بتتحرك اكوردنج للثيرمال انرجي. انت التشارجز اللي جوه ما بتتحركش ات زيرو كلفن. عند زيرو كلفن فعلا التشارجز ما بتتحركش. اما عند روم تمبرتشر الحراره دي انرجي فبتخلي التشارجز بتتحرك. طيب معنى التشارجز بتتحرك ان كل تشارج حاسه بفورس. ركز بقى معايا الكلام ده، الكلام ده كلام جديد. دلوقتي جوه الكوندكتور انا مش حاطط بطاريه، يعني الكارنت كام؟ بزيرو. بس انا في عندي تشارجز، التشارجز دي بتتحرك. وبالتالي لكل تشارج حاسه بفورس. ليه التوتال فورس زيرو؟ لان الدايركشن بتاعت الفورسز تبقى راندملي، وبالتالي الافرج بتاعها كام؟ بزيرو. بمعنى ان انا مثلا زي مثلا كان عندي فورس كده، كان عندي فورس كده، كان عندي فورس كده، الافرج فورس او التوتال فورس بتاعهم بكام؟ بزيرو. طب لما انت حطيت بطاريه ايه فرقت ايه؟ لما انا حطيت بطاريه خليت كل التشارجز تتحرك ان ذا سيم دايركشن، وبالتالي التوتال فورس بقت في نفس الدايركشن، عشان كده التوتال فورس هي واحده في عددها. شفنا الفرق بعد في وجود كارنت وعدم وجود كارنت؟ وجود الكارنت خلى التشارجز كلها تمشي في نفس الدايركشن، وبالتالي التوتال فورس هي اي واحده في عددهم. اما في عدم وجود كارنت في برضه فورس، كل تشارج حاسه بفورس، بس الافرج بتاعهم بكام؟ بزيرو. واضح الكلام ده يا جماعه؟ طيب الدايركشن بتاع الفورس نورمال على الترين اللي فيه الكرنت واللي فيه الماجنتيك فيلد. الدايركشن بتاع الفورس نورمال على البلين اللي فيه الكرنت او الديسبليسمنت وال بي. بتحدد ازاي؟ مثلا في الاكزامبل بتاعنا انا فرض ان الكرنت الاتجاه ده. طبعا الدايركشن بتاع الديسبليسمنت هو نفس الدايركشن بتاع الكرنت. الكرنت في الاتجاه ده والبي عمود عليه، يبقى ايه احتمالات الفورس؟ يا فوق او تحت. بنحدد ازاي؟ بنفس الثلاث طرق اللي احنا مش فاهمينهم، احنا خدناهم قبل كده وستيل في ناس للاسف لغايه دلوقتي بيسالوا فيهم، يعني ستيل 20% مثلا مش فاهمينهم. اسهل واحده فيهم اللي هي الرايت هاند رول. بحط ايدي اليمين في اتجاه الكرنت، ايدي اليمين في اتجاه الكرنت، بحرك الاربع اصابع ناحيه الفيلد. لو الفيلد لجوه زي الاكزامبل بتاعنا يبقى الفورس فين؟ لفوق. لو الفيلد لبره يبقى الفورس في الحاله بتاعتنا بس الدايركشن بتاع الفورس. طيب يعني ايه ديسبليسمنت؟ ديسبليسمنت اللي هو الدفرنس بين الستارت بوينت والاند بوينت. يعني لو السلك بتاعي شكله كده ده السلك بتاعي، هل ال هو طول السلك؟ ال اللي هو الديسبليسمنت اللي هو الديفرنس بين الستارت والاند هو ده ال. ده اسمه الديسبليسمنت فيكتور وليس طول الايه؟ السلك. طبعا الاثنين بيساووا بعض حاله واحده. لو كان السلك ده ايه؟ هوريزونتال لاين. لو كان السلك هوريزونتال لاين يبقى الديسبليسمنت هو نفسه طول السلك. طيب لو السلك
χρονιά. بتساوي اي بتساوي 2 ار اي بنود وباتجاه جي.
الطاولة. طب لو انا حبيت استخدم ايدي اليمين، استخدم ايدي اليمين ازاي؟ بحط ايدي اليمين في اتجاه الكهرباء، ايدي اليمين في اتجاه الكهرباء، احرك الاربع اصابع لفوق، لان دي فوق، اصبع الفم فين؟ طالع لبره، اذا كان ده كاب هاي، جيم طالع لبره. الجزء الثاني من المسألة عايزين نحسب المجنيتيك فورس على الكيرف بارت أو الكيرف بورشن. إذا كان لينير بورشن عايزين نحسب الفورس على الكيرف بورشن. دبل أي على الكيرف البورشن. ده الكيرف البورشن. شايفين؟ صوت. عايز احسب الفورس على الكيرف البورشن. نفس القانون F2 equal R L cross مع B. ايه المباراه دي بكام؟ ال هل هي طول السيمي سيركل؟ ال بكام؟ ال اللي هي ديسبلايسمنت فيكتور من الستارت بوينت للاند بوينت. فين الستارت بوينت؟ الكارت بدا من هنا، الكارت دي كده، دي الستارت ودي الاند. فال ال في الدايركشن ده هو ده ال. كماجنتيود ما تغيرش، كماجنتيود بيساوي 2R اللي هو الدايمتر، بس الدايركشن في اتجاه مين؟ نيجاتيف بوينت. عرفت ان ال في الاتجاه ده والحاله الارضيه كانت ال كده؟ ال من الستارت للان. شوف الكارت خارج منين ورايح على فين؟ هو ده اتجاه الكارت ونفس اتجاه ال. سيم ستوري، الكارت خارج من النقطه دي ورايح هنا، يبقى اتجاه ال من الستارت بوينت للان بوينت. يبقى ال كفكتور بتساوي برضه 2R بس في اتجاه ماينس R. البي ما تغيرش، يعني اللي انضاف عندنا اشاره ايه؟ نيجاتيف. يبقى F2 equal نيجاتيف 2R I B نوت K. صعب دي يا جماعه؟ كان ممكن نحسب الاسم بطريقه ثانيه. كان ممكن نحسب F2 بطريقة تانية. Very good. مش ده كان كلوز بار؟ مش كان كلوز بار؟ يبقى التوتال فورس بكام؟ زيرو، يعني F1 plus F2 equal زيرو، يعني F2 equal minus F1. يبقى انت عندك طريقتين تحل بأي طريقة. آخر توبيك عندنا في الشابتر الطويل أوي ده اللي هو الماجنتيك تور. ماجنتيك تور. مش فاضي تتكلم ورا؟
Under the terms of loop, two designs in real A, two designs were through B. One current question to voice. Could the site has to be forced? Could the site come and put the cost of zero? But could the site has to be forced? For example, the site that direction time force is there. Direction time force, the site that tells that of the four. Or often the lean together. How long can I have the force before? So you understand better force? Come on, the ID asks. F3. Fine. The force will have a sign to that. The hot TV means the air column, force skill. The F2, the F4. Fine. Now, can the loop be there? Shall we get up? Total force to zero, which was killed. So, since so, but the only loop shall be killed. Two forces, Mahadi, F2, F4, on the same line, and can see the bar. Like, F1 vertically four, and F3 vertically down. Do they have any way? Close. Then I don't know how to address it for now. Again, ركز بقى معايا حتى الجيومتري كده ده اللوب الكرنت ماشي ازاي كلوك وايز الكرنت في السايد اللي فوق ماشي كده والماجنتيك فيلد داخل جوه ركز بقى معايا تاني الكرنت في الاتجاه ناحيه الشباك والماجنتيك فيلد عمودي على البورد عمودي على البورد بص هعمل ايه بقى انا عايز ادرس ارسم سايد فيو ده الماجنتيك فيلد كل اللي هعمله اعمل كده ايه اللي هشوفه؟ هشوف السايد الصغير وهشوف الماجنتيك فيلد فين؟ هحط الشباك، اجين تاني مرة. ده اللوب بتاعي. الماجنتيك فيلد عمودي على البورد وداخل لجوه، والكرنت ماشي ناحية الشباك. أنا كل اللي هعمله عايز أرسم سايد فيو. سايد فيو يعني كده. يبقى أنت هتشوف إيه؟ السايد الصغير ده اللي هو طوله بي والماجنتيك فيلد ناحية الشباك. واضحة كده؟ The good side B, okay, I'm gonna version side view. There's the good side B, where F1 before, F1 before, where F3 without. Magnitude F1 equals to magnitude F3. هما ما بيساووش بعض، هل F1 equal F3؟ F1 equal minus F3، الواحدة من فوق والتانية لتحت. أما في magnitude the same، magnitude F1 تساوي كام؟ Magnitude F1 equals to magnitude F3 اللي هو بيساوي إيه؟ I L كام هنا؟ The A، طول السايد A. R A B sin 90 R في A في B أنا عايز أعمل resolution F1 عايز أعمل resolution ل F1 يبقى F1 دي two conformers واحدة normal اللون ده واضح واحدة perpendicular دي كومبوننت ودي كومبوننت نفس القصة عاملها هنا دي نورمال كومبوننت ودي في نفس اللاين لو انا عرفت الانجل ده اللوب اهو وده النورمال بتاعه لو سميت الانجل بين النورمال وبين البي ثيتا بين العمودي على الاريا وبين الماجنتيك فيلد سميتها ثيتا يبقى ثيتا هي دي ولا دي؟ يعني 1 ولا 2؟ سمي دي 1 ودي 2 ثيتا هي انجل 1 ولا انجل 2؟ سوري؟ لينس بي ولا هيبان ولا لينس ايه ولا لا سواير بي
لما بدي فيه لا F1 F1 بتقص على الصاد كبيرة F1 مش R L B L هنا بكام؟ B أنجل ثيتا هي الفيرست أنجل ولا السكند أنجل؟ فيرست أنجل وبالتالي دي الكومبوننت دي هتبقى F1 كوزاين ثيتا ودي هتبقى ايه؟ F1 ساين ثيتا سيم ستوري هنا دي هتبقى F3 كوزاين ثيتا وال F3 ساين ثيتا F1 كوزاين ثيتا قد بالظبط F3 كوزاين ثيتا وعكس بعض يكنسلوا بعض F1 ساين ثيتا F3 ساين ثيتا قد بعض في الماجنتيود عكس بعض في الدايركشن بيعملوا كابل او تورك او مومنت عايزين نحسب التورك كده التورك بيساوي ايه؟ تاخدوا ميكانكس نفس الستاتيكس فورس من ديسك واحده فيهم المسافه اللي بينهم واحده فيهم اللي هي F1 ساين ثيتا في الديستنس اللي بينهم المسافه دي كام؟ بي المسافه دي اللي هي بي المسافه دي اللي هي بي يبقى التور هو F1 ساين ثيتا تايمز بي تعالوا كمل ها يبقى F1 سوري يبقى التور تاو بيساوي F1 اللي هو بيساوي ايه؟ I A B R A دي عندي فيها خش في B ساين C صح كده؟ ايه بي هو بي؟ ايه؟ سوري ما انا شلت اف 1 حطيت 5 اف بي اف بي هو بي؟ اف بي اللي هو مين؟ الاريا الاريا بتاعت الريكتانجل مزردوه وبالتالي التورك بتاعه ايكوال اي اي بي ساين تي هو ذا التورك بتاعه I A B sin theta. Wait. All come A the area of the stem of the loop area of the loop B the magnetic field. طيب لو انت عندك M terms لو انت عندك M terms أبلا M number of terms يبقى for M terms for M terms tau equal m I a b sin c صار كلام يا رب صار كلام في تانية الانجل بين النورمال على الاريا والماجنتيك فيلد الانجل ثيتا هي الانجل بين النورمال وين طيب اسال سؤال لما يقطع اللوب parallel to the magnetic field لما يبقى اللوب parallel للماجنتيك فيلد يبقى الدور ماكسيموم ولا زيرو؟ لما يكون الدور أسف لما يكون اللوب parallel للماجنتيك فيلد لاين الدور ماكسيمم ولا زيرو اللي بيتكلم ورا؟ تعال نشوف Yeah.
ثيتا في بي وبي بين النورمال عادية وبين النورمال عادية النورمال اهو بين التو ايه؟ ماكسيموم هو اللوب دوت هو البلين بتاع اللوب ولا بوينت؟ البلين البلين بتاع اللوب يبين التو ماكسيموم. طيب اما لما يكون اللوب بيربنديكولار تو الماجنتيك فيلد لاينز لما يكون اللوب بيربنديكولار تو الماجنتيك فيلد لاينز اللوب اهو والماجنتيك فيلد لاينز اهو الحاله دي بيرفكت كام؟ بزيرو. ليه؟ النورمال اهو ان الانجل بين ال وال بي زيرو فالتوك كان ايكوال زيرو. طيب لو انا حبيت اكتب الرول ده ان فيكتوريال فورم تاو ايكوال اي بروم ام اي ا بروس مع بي ان فيكتوريال فورم تاو ايكوال ام في الاي في الاريا كروس مع بي. اخر حاجه عندنا ايه هو الام ده؟ ذا نمبر اوف تيرنز اوف ذا كوين بتاع اللوب الكرنت اللي ماشي في اللوب ايه الاريا او الكروس سكشنال اريا اوف ذا لوب. يبقى كلها حاجات ريليتد باللوب صح ولا لا؟ ممكن نسميها ميو نسميها ميو اللي هي ام في الار في الاريا لانها كلها حاجات ريليتد باللوب. الحاجه الوحيده اللي مالهاش دعوه باللوب مين؟ الماجنتيك فيلد ام عدد دفات اللوب ار ده الكرنت اللي ماشي جوه اللوب ايه ده الكروس سكشنال اريا الاريا بتاعت اللوب. فكلها حاجات ريليتد باللوب اللي بنسميها ماجنتيك مومنت ماجنتيك مومنت او ماجنتيك دايبول مومنت ماجنتيك دايبول مومنت. الفا قطب عدسه قطب عدسه. السؤال الميو از سكيلر كوانتيتي ولا فيكتور كوانتيتي؟ الميو سكيلر ولا فيكتور؟ الميو سكيلر ولا فيكتور؟ فيكتور. ليه فيكتور؟ الاسم سكيلر والار سكيلر بس الاريا فيكتور. الدايركشن بتاع الاريا هو نفس الدايركشن بتاع الميو فالميو از ذا فيكتور كوانتيتي. وبالتالي الفيكتور بتكتب ازاي؟ تاو بيساوي ميو كروس مع بي. تاو ايكوال ميو كروس مع بي. طيب ازاي احدد اتجاه ميو؟ دايركشن اوف ميو بيتحدد ازاي؟ تعلم برضه باستخدام الرايت هاند حاجه كلها بنحبها دايركشن اوف الميو بيتحدد يوزنج الرايت هاند رول. بلف ايدي اليمين مع اتجاه الكرنت بلف ايدي اليمين مع اتجاه الكرنت اصبع الهام هو اتجاه ميو. تعال ناخد اكزامبل لو كان لوب ده الكرنت لوب وعايز احدد اتجاه ميو عايز احدد اتجاه ميو بعمل ايه؟ بلف ايدي اليمين هنا ما فيش حاجه اسمها الشمال بستخدم ايدي اليمين بس مش هنصير صوت. بلف ايدي اليمين مع اتجاه الكرنت اصبع الجرام هو اتجاه ميو يعني ميو اوت اوف ذا ريتش.
علم نيوتن أولا خالص هي عبارة عن إيه؟ أوكي، لكن خدنا بالنا إن الإن والآي والإيجا دي حاجة ريليتد بالكوين. إن نمبر أوف تيرم، آي الكارنت اللي ماشي جوه الكوين، إيه الإيجا بتاعت الكوين، أما البي ده البي إكسترنال، البي مالوش دعوة بالكوين. فكلها مع بعض الثلاثة دول حاجات ريليتد بالكوين، فهسميها اسم واحد بس اللي هي الديو. حاجة بروبرتي للكوين، ممكن نسميها بروبرتي للكوين، عدد نفاس الكارت اللي ماشي فيه الاريا، فهي ايه؟ بروبرتي للكوين هنسميها ميو. اما ليه مدتك باي كوين؟ اي دونت نو. يعني ليه اسم ده؟ كده احنا خلصنا، تعالى ناخد اكزامبل على ميو. بعد كده نحل الشيت لو عايزين نفكر. تعال نشوف نمبر 9 شيت 1 نمبر 9 هرجع من الاول نمبر 9 على النيو طيب تعال نشوف تعال نرجع للشيت من اوله دكتور الاكزامبل
أول مسألة نمبر 3. نمبر 3 كنا قلنا الفكرة بتاعتها. عيدها تاني بسرعة. مش خلصين ممكن نقعد مكاننا؟ أنا ما عنديش مشكلة أخرج بس بجد ورايا. مدخول ده نقعد. اقعد مكاننا. اقعد هو نفسه لا يعتمد لا على الريليف ولا على نسبيه. نمبر 6 على
sozinho, a música era ali. Ela via, ela via ali. Equal D.
الماكسيموم فاليو للار هي دي اللي هي الديستنس بين ستون والبلين. طيب ار بيساوي ايه؟ ار مش بنساوي ام بي اوفر كيو بي صح ولا لا؟ والكيو هي نفسها اي اللي هي شحنة الالكترون. ممكن بس اشيل كيو واحط مكانها اي. طيب المسألة دي الديفن فيها حاجة واحدة بس، ان الكاينيتك انرجي بتساوي كي، كي ده رقم 10 15 رقم، فانا عايز اكتب الار ان تيرمز اوف كي مش ان تيرمز اوف في. ايه اللي بيربط بين الفي وبين الكاينيتك انرجي؟ هاف ام في سكوير، يعني كي بتساوي هاف ام في سكوير، يعني في بتساوي ايه؟ روت 2 ام 2 كي اوفر ام صح كده؟ 2 كي اوفر ام تحت الروت. هشيل الفي احط الكلام ده. يبقى الار ايكوال ام اوفر اي في في روت 2 كي اوفر ام صح كده؟ لو انا حبيت ادخل الام جوه الروت تدخل ازاي؟ ام سكوير عشان لما تطلع تطلع بام. فهمت ستوري؟ لو عايز ادخل الاي جوه الروت تدخل اي سكوير. المكان ده الار هتساوي روت هيبقى 2 ام بكي لان سكوير هيرفع الام اي سكوير بي سكوير صح كده؟ وصلنا ان الروت 2 ام كي اوفر اي سكوير دي سكوير لازم يكون اصغر من او يساوي دي. دكتور ام سكوير انا عايز دي خلاص، لان عايز دي البي. طب معلش طلع البي بره، معلش هي عايز تطلعها بره، تطلع ببي واحد على بي صح كده؟ ممكن اجيب البي ناحيه والبي ناحيه تانية في مشكله؟ البي هتيجي مكان الدي والدي هتيجي مكان البي فيها مشكله؟ ممكن اعملها على نفس بدل ما اكتبها تاني. هشيل بس البي احط مكانها ايه؟ دي. وهشيل البي احط مكانها بي. الدي تدخل جوه ايه؟ دي سكوير، يبقى هنا دي سكوير دي الفورمولا اللي عندكم. شيل الفورمولا اللي عندكم. هو عايز يكتب الرقم. طيب شابتر 2 مقدمه عن الفكره بس فكره بنص ساعه شابتر 2 بيتكلم عن احنا لو نفتكر بس مع بعض ايه السورسز اوف ذا ماجنتيك فيلد ان نيتشر. كنا قلناها اول حاجه الفيلم الثاني اللي هو الدخول المغناطيسي، ثاني حاجه الالكتريك كارنت، ثالث حاجة لما الالكتريك فيلد يتغير مع التايم يعمل ماجنتيك فيلد. دول الثلاث مصادر في الطبيعة اللي بيعملوا ماجنتيك فيلد مالهمش رابع، يا إما السحور المغناطيسية ودي اللي اكتشفها الأمريكي من 400 سنة قبل الميلاد، أو الكرنت، أو لما الالكتريك فيلد يتغير مع التايم يعمل ماجنتيك فيلد. ودي اللي بيسمى الكترو ماجنتيك ويف اللي اكتشفها مين؟ حد فاكر؟ ماكسويل. سمعت عن ماكسويل؟ طيب شابتر 2 بيتكلم عن حساب الماجنتيك فيلد ديوتو الالكتريك كارنت بس، يبقى انا مش هجيب سيره الفيلم اللي ولا هجيب سيره الالكتريك فيلد بتتغير مع الايه؟ مع التايم. كل شغل شابتر 2 عايزين نحسب الماجنتيك فيلد ديوتو الالكتريك كارنت. هناخد طريقتين نحسبهم بالظبط. لما احنا كنا بنحسب الالكتريك فيلد الترم اللي فات في الالكتريك خدنا ثلاث طرق. هفتكر بس اول طريقتين. الطريقه الاولانيه كان باستخدام كولوم، والتانية طريقه باستخدام جاوس.
50. هنقسم المجهود الكبير برضه بطريقتين. بدل كولوم كولوم سيميلر تو بايو سافار لو. بايو سافار لو الاثنين اشتغلوا مع بعض. بايو سافار لو. وجاوس زي امبير. جاوس زي او العكس امبير زي جاوس. يبقى احنا هناخد طريقتين لحساب المجهود الكبير ديودو الالكتريك كارنت. بايو سافار وامبير. البداية كانوا زمان لا كده مش هينفع خالص. واضح ان النهارده مش في المود. شفت النهارده جاي خالص.